عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان وكاملين بصحه مزيانه ان شاء الله. متحمسه بزاف باش نصور لكم الفيديو ديال اليوم. والفيديو ديال اليوم غادي يكون جزء ثاني من موضوعنا اللي ديما شاغلني انا، هو حب الشباب. وديجا صورت لكم الجزء الاول ولا الفيديو الاول، غادي تلقاوه في صندوق الوصف ولا هنا ولا هنا. وفي ذاك الفيديو كنت قلت لكم باللي انا كنعاني من نوعين ديال حب الشباب، هذا النوع هذا وهذا النوع هذا. وكنت قلت لكم باللي هذا النوع هذا تخلصت منه بداك الروتين اللي وريتكم في الفيديو، وهذا النوع هذا قلت لكم باللي مازال فيا وما بغاش يتحيد. سو اليوم واخيرا 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 قدر نقول انني تخلصت من مشكل ديال حب الشباب بصفه نهائيه. وكيف ما كتلاحظوا دابا، يعني نقدر نقول باللي الحمد لله ما بقيتش كنعاني من حب الشباب، وهذا الشيء بفضل هذا الروتين هذا اللي غادي نوريكم، ولا هذا لي برودوي اللي غادي نوريكم اليوم. بوغا بغيت نفتح هاد القوسين، كنبغي نقول لكم باللي البنات اللي كيعانيو من حب الشباب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من وراء هاد الفيديو هذا كنتمنى انه يفيدكم بزاف. كنتمنى ان هاد الشيء اللي غادي نوريكم تجربوه لحقاش فريمون غادي يفيدكم بزاف، غادي يغير لكم حياتكم. لحقاش انا عارفه المعاناه ديال البنات ملي كيكون فيهم حب الشباب، لحقاش انا فريمون عانيت منه تقريبا لمده 3 سنوات ونصف ولا اكثر، وعارفه مزيان البنات شنو كيعانيو ملي كيكون فيهم حب الشباب. وانا ما نكذبش عليكم، جربت كلشي، اي حاجه كانوا كيقولوا عليا كنت كنجربها، لي ماسك طبيعيين، البومادات، الكينات، اي حاجه جربتها غير باش نمشي مني حب الشباب. وديجا مشيت للطبيب ما مره ما جوج، وشاركت معكم داكشي اللي خرجت ليا الطبيبه الاخرى اللي مشيت عندها واللي هو اللي عاوني بزاف في الفيديو اللي فاتت، غتلقاوه في صندوق الوصف. ولكن النوع الثاني ديال الحبوب ما بغاش يمشي ليا، اللي هو هذا النوع نفكركم فيه، ما بغاش يمشي ليا، عييت ما نديرلو والو. حتى واحد النهار كانت تلاقيت مع واحد الصديقه ديالي، هي خدامه في الفارماسيان، وكانت قالت لي بلي غادي نعطيك واحد الماسك وداوميه، وداك الساعه زعما الا عاونك قوليها ليا، ولا ما دار لك والو داك الساعه قوليها لي. وفعلا خديت داك الماسك وبقيت كنديرو دو فوا بار سيمين، يعني مرتين في الاسبوع. وصراحه انا البنات وبكل امانه لاحظت الفرق، فريمون الفرق واضح، والفرق يعني كيبان من اول استعمال ثاني استعمال كيبان لك الفرق. وكنت سولتها على هاد لامارك هادي، قالت لي راه كاينين في وجده، وخديت الكونتاكت ديالهم وهضرت معاهم، وكنبغي نشكرهم بزاف 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 لحقاش صيفطوا ليا تقريبا لاكام كامله اللي غادي نهضر لكم عليها اليوم. تقريبا شي اسبوع وانا كنجرب فيها، ولاحظت الفرق غير مده ديال اسبوع لاحظت فيها الفرق. وما نطولش عليكم، غادي ندوزو لي برودوي ديالهم وغادي نهضر لكم عليهم بالتفصيل. واول حاجه البنات هو الصابون اللي كنغسل به وجهنا. انا هذا عندي صابون ابو، يعني صابون ديال طين ديال البحر الميت، لحقاش البشره ديالي دهنيه وكيتناسب معها هذا الصابون هذا. وبالنسبه لصابون اسال، يعني صابون بالملح كيتناسب مع البشره الجافه، صابون على غان كيتناسب مع البشره الحساسه، وكاينه صابون اكسفوليون كيتناسب مع جميع انواع البشره، وكذلك خفيف بزاف على البشره يعني ما كيضرهاش، نقدروا نستعملوه يوميا. وهذا الصابون البنات كيتكون فقط من الزيوت الطبيعيه والطينه ديال البحر الميت. وبالنسبه لهذا الصابون البنات كيتكون فقط من الزيوت الطبيعيه ومن الطينه المستخرجه مباشره من البحر الميت الموجود في الاردن. واللي ما كيعرفش البحر الميت فهو اخفض بقعه على سطح الارض، يعني حوالي 400 متر تقريبا تحت سطح البحر، وكتعتبر المياه ديالو من اغنى مياه ديال البحار والمحيطات في العالم كامل، بالمعادن بالاملاح، بحيث ان المعادن اللي فيه كتساعد في بزاف ديال الامراض، مثلا كتخفف الالام الناتجه على الالتهابات ديال المفاصل، روماتيزم، الصدفيه، حب الشباب، لاكزيما، صداع ديال الراس، الام القدمين، كتساعد في النضاره ديال البشره والاشراقه ديالها، كتساعد في كذلك توازن ديال حموضه البشره، كتساعد في بزاف ديال الحوايج، يعني المنافع ديالو لا تعد ولا تحصى. وكذلك اهم حاجه انه خالي من الدهون الحيوانيه ومن المنظفات الصناعيه. والطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الصابون هذا نقدروا نستعملوه كل نهار، استعمال عادي اللي كنعرفوه ديال اي صابون، وكذلك اذا بغينا واحد التنظيف عميق وبغينا يعني النتائج تبان لينا من اول استعمال. طريقه الاستعمال ديالو سهله بزاف، كناخذوا الصابون كنغسلو به وجهنا، كنخليو داك الرغوه اللي كنغسلو بها تقريبا واحد من دقيقتين حتى لثلاث دقائق في الوجه ديالنا،
ومن بعد كنغسلوها غادي تلاحظوا البنات النتيجه من اول استعمال. ومن بعد كتجي لا كريم ايدراتونت يعني الكريم المرطب. واحد الحاجه اساسيه في هذا الروتين هذا هو الترطيب، وهو هذا الكريم هذا يعني ضروري منين تغسلوا وجهكم بداك الصابون اللي قلت لكم اللي كيناسب البشره ديالكم. اكيد خاصكم ترطبوا البشره ديالكم بهذا الكريم هذا. تقدروا تستعملوه استعمال يومي يعني غير مضر بتاتا للبشره. تقدروا تستعملوه في الصباح وفي العشيه كذلك كما كندير انا. كنغسل وجهي في الصباح كنستعملوه، وفي الليل كذلك ملي كنغسل وجهي كنستعملوه. هذا الكريم هذا غني 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 بالفيتامين او، فهو كيعمل على تغذيه البشره باملاح البحر الميت، وكذلك كيساعد على استعاده ديال الرطوبه الطبيعيه للبشره ديالنا، وما كيخلي لكم حتى اثار ديال الدهون ديالكم، خصوصا اللي الا كانت البشره ديالكم دهنيه بحالي انا ما كيخليش الاثار ديال الدهون نهائيا. وكذلك كيعمل على يعني النضاره ديال البشره والاشراقه ديالها. ومن بعد كيجي الماسك، الماسك المعجزه كنسميه انا لحقاش صراحه البنات. هذا الماسك هذا معجزه بكل معنى الكلمه. اول حاجه هو طبيعي 100%، زائد التركيبه ديالو غنيه 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 جدا بالمعادن اللي كتستخرج مباشره من البحر الميت، وحنا البنات عارفين الفوائد ديال البحر الميت على البشره، وكيساعد في ازاله حب الشباب، وهذه هي اهم نقطه، وخصوصا البنات البشره الدهنيه بحيث انه كيخرج منها جميع الزيوت والاوساخ والدهون، وكينظف بواحد الشكل عميق عميق جدا. وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه تقدروا تستعملوه جوج مرات في الاسبوع. ديروا الوجه ديالكم بون فوالا كيجي هو بحال هكا. ديروا على الوجه ديالكم المنطقه اللي عندكم فيها الحبوب، يعني ماشي ضروري الوجه ديالكم، ديروا على ديك المنطقه اللي فيها الحبوب، تخليوه ما بين 20 حتى 30 دقيقه، ومن بعد تغسلوه بالماء يكون دافي. وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم جافه كنصحكم انكم ديروه مره واحده فقط في الاسبوع، لحقاش هو كينشف البشره يعني كيخرج منها جميع الزيوت والاوساخ. دونك البنات اللي البشره ديالهم جافه كنصحكم ديروه مره فقط في الاسبوع، وتخليوه ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق فقط. البنات اللي البشره ديالهم عاديه خليهم ما بين 10 حتى 15 دقيقه. البنات اللي البشره ديالهم دهنيه كيف ما قلت لكم ما بين 20 حتى 30 دقيقه وجوج مرات في الاسبوع. البشره الاخرين غير مره واحده في الاسبوع. اهم حاجه من وراء الماسك انكم تستعملوا الكريم المرطب او اي كريم مرطب عندكم كتستعملوا، ولكن يفضل انكم تستعملوا هذا ديال لاكور لحقاش فريمون زوين بزاف. بون ضروري من بعد الماسك خاص ضروري الترطيب ديال البشره. غير واحد الملاحظه البنات، البنات اللي كيعانيو من حب الشباب منين غادي تبداو الاستعمال ديال هذا الماسك هذا غادي تلاحظوا ان جميع الحبوب اللي كيكونوا تحت الجلد غادي يخرجوا، يعني غادي يبان فيكم كثر ديال الحبوب، ولكن ما تخافوش نهائيا لحقاش هذا الماسك هذا غادي يخرج لكم كاع دوك الاوساخ والميكروبات والحبوب اللي كيكون تحت الجلد، ولكن مع المده ومع المداومه ما غادي يبقى فيكم والو، وغادي تهناو نهائيا من المشاكل ديال لاكني من المشاكل ديال الحبوب. وكذلك هو ماشي غير اونتي اكني، هو عنده بزاف 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 ديال المنافع. ما سبقت ليا وقلت لكم هاد المنتجات هادو كيحاربوا جميع المشاكل ديال الجلد كالصدفيه، الناس اللي فيهم لاكزيما، الناس اللي عندهم الالم ديال المفاصل يقدروا انهم ياخذوا هاد الماسك هذا، ولكن من الاحسن انهم يشريو ديال الكيلو لحقاش هذا ما يمكنش يديروا الجسم ديالهم كامل. يشريو ديال الكيلو غادي تقام ليهم رخيص، في نفس الوقت تقدر ديروا الوجه ديالها وتقدر ديروا لوكور ديالها يعني الجسم ديالها. واحد الطريقه كيفاش انكم تستعملوه الالم ديال المفاصل ولا تستعملوا الجسم ديالكم، غادي تاخذوا الماسك غادي تدهنوه على الجسم ديالكم وعلى المناطق اللي في الجسم ديالكم كي يعانيو من مشاكل جلديه. غادي تاخذوا السلوفان غادي تلويو عليه وغادي تخليوه تقريبا المده ديال 20 دقيقه، ومن وراها غادي تغسلو بواحد الماء دافي، ولكن ضروري ومؤكد كنعاود نقولها ضروري ومؤكد من الترطيب. كيف قلت لكم ماشي ضروري يكون كريم ديال نفس لاماك يعني ديال لاكيور، يمكن لكم تستخدموا اي كريم ولكن ضروري ضروري من الترطيب. واخر حاجه البنات هي هاد الاملاح، هادي الاملاح ديال الاستحمام، وكتساوي كذلك على جميع الفوائد اللي سبق لي ذكرت لكم كاينه في المستحضرات الاخرى، حتى هي عندها نفس الفوائد. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها البنات، الناس اللي عندهم البانيو يعني اللي عندهم داك الحوض ديال الاستحمام غادي يديروا تقريبا واحد 250 غرام ديال هاد الملح هذا في الحوض ديال الاستحمام ديالكم، ومن بعد غادي تذوبوها في الماء يكون دافي، غادي تسترخاو فيها واحد 20 ولا 30 دقيقه. من بعد غادي نحطو باش ما تبقاش دير صداع
من بعد غادي تغسلوا اللحم ديالكم بالماء دافي ولكن بدون استعمال الصابون. بها الطريقه هذه كتعمل على تنشيط الدوره الدمويه، كتساعدكم على الاسترخاء، كتحيد لكم التوتر، القلق، الام ديال المفاصل، المهم اي مشاكل جلديه اللي سبق لي ذكرت لكم كتحاربها كامله. والناس اللي كيكونوا خدامين وكيجيو يعني مرهقين، كيجيو مسخسخين، تقدروا ديروها في الليل وترخاو، كتحسوا بواحد الراحه، كتحسوا بحال اللي شي حمل تحيد عليكم. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من حب الشباب، كاينه واحد الطريقه ديال استعمال اخرى. يمكن لكم تاخذوا دوك الرشاشات ديال يعني دوك القراعي اللي كيكونوا فيهم داك الرشاشه من الفوق، غادي ديروا واحد جوج معالق كبار ديال الملح، غادي دوبوها في واحد السيترو ديال الماء، يعني قرعه صغيره من السيترو. الماء خاصو يكون دافي اولا ساخن يعني باش تذوب داك الملح فيه. من بعد غادي تقطرشوا على البلايص اللي عندكم فيها المشكل، سواء حب الشباب، سواء كما قلت لكم لاكزيما، سواء اي مشكل جلدي كان عندكم، استعملوا هذه الطريقه هذه وان شاء الله غادي تبراو من اي حاجه فيكم. ومن بعد غادي نخليوها واحد 30 دقيقه، من بعد نغسلوها بلا صابون، ولكن الا كلنا مثلا غادي نديروها في الليل نقدروا نباتوا بها وحتى لغدلين عاد نغسلوها. وكنعاود نقولها البنات ضروري 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 من الكريم المرطب، يعني ملي ديروا اي حاجه من هذا الشيء ضروري من الكريم المرطب. وهذا الملح البنات خفيفه بزاف على البشره، يعني ماشي اغريسيف على لابو ديالنا، نقدروا نستخدموها جوج حتى ثلاثه المرات بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم، ترشوا على البلايص اولا تشدوا قطين وديروه في ذاك الماء ودوزوا على البلايص اللي عندكم فيهم مشاكل. انا كندير هكا لحقاش الحبوب كان فيا هنايا، ودوزوا على ذوك البلايص كيما قلت لكم، تخليوه ما بين 20 حتى 30 دقيقه ولا تباتوا به، ومن بعد تغسلوا بالماء دافي وبدون صابون. هذا الروتين هذا البنات نفعني بزاف، بغيت نشاركه معكم حتى نتوما باش تخلصوا من جميع المشاكل اللي عندكم. سو فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. غادي نخلي لكم البنات جميع لي باغا فارماسي ولي فارماسي في اي مدن مغربيه، وغادي نخلي لكم الفارماسي اللي كاين هنا في طنجه كاملين، غادي نكتبهم لكم هنا ولا غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، هبطوا لتحت في صندوق الوصف غادي تلقاو جميع يعني الصيدليات ولي باغا فارماسي فين تقدروا تلقاو هاد لي برودوي هادو. بالنسبه للناس ديال الوجده والنواحي، راه اي صيدليه مشيتو عندها واي باغا فارماسي مشيتو عنده غادي تلقاو عنده هاد لي برودوي هادو. بون، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.